القضيه بتاعتنا دي الاطفال. الاطفال طبعا. خلينا نتفق طبعا ان الست المصريه والراجل المصري محتاجين دعم، مش محتاجين حرب. انا مش داخله حرب، انا داخله عشان اساعدهم. احنا بنعمل قانون عشان نساعد الاسره المصريه، مش عشان اطلع اقول والله الراجل مقهور او الست مقهوره. لا الراجل مقهور، هم لا الراجل مقهور، لا الراجل مقهور، الراجل مقهور، واللي يقول ليه؟ واللي يقول كده يبقى غير كده يبقى ظالم. لا الراجل مقهور، الراجل بقى بيتسجن، الراجل بقى بيتسجن علشان شويه خشب. هو انا ممكن اقول لك على حاجه، هو انت كراجل محترم لما تيجي تطلق وتدي للست حقوقها من غير ما تذلها وتعمل العفش وتضربها، الست هتحبسه ليه؟ حضرتك ده الجواز دلوقتي والطلاق بقى تجاره، بقى تجاره، بقى بزنس. انا بسالك سؤال، بقى متاجر دلوقتي حضرتك، الست لو بتاخد حقوقها، يا استاذه يا دكتوره، يا دكتوره بالراحه بالراحه. خلينا بس نكون فير عشان نوصل لنقطه، نقطه التقاء، اللي هي ايه؟ ان دلوقتي القانون قلبا وقالبا ادى على المشاع كده كل حقوق الست على طبق من ذهب، اللي بيها حصل فجوه قويه جدا 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 من زياده سقف المطالبات للمراه، اللي بيها دلوقتي انا بقولها على مرأة ومسمع من كل ان هم هيطالبوا ان الراجل كمان يولد ويرضع. لا معلش يا فندم، ده في يا فندم، في يا فندم حاجه اسمها دلوقتي نفقه بطانيه والحاف يا فندم. هو في ست محترمه تطلب من طليقها ابو ولادها حاجه زي كده؟ هو في راجل محترم، في راجل محترم بيطرد، في راجل محترم بيطرد ولاده ومراته من البيت، لما بيطردوش السكن، لما بيطردوش يا استاذه، ما بيطردوش. لا لا بيطردوا فين؟ هو انت حضرتك اسمها فرش، اسمها فرش وغطا. والله ما بيطردوا، ده بياخدوا تمكين فوري، فرش وغطا. يعني احنا بنعترض على القانون بتاعنا كويس يا فندم. أنا احنا بنعترض على القانون. انا بقول لك زياده سقف المطالب اللي بيحصل دلوقتي ده، ثانية واحدة بس، هيحصل كده. احنا بنعترض على القانون. عشان انا هطلع فاصل سريع وهسألك هذا السؤال، جاوبيني عليه بعد الفاصل. وهو احنا لو مش معترضين على القانون، لماذا طلبت الدولة ان نعيد صياغة هذا القانون ليحقق التوازن لو لم يكن هناك رصدا واضحا لحالات سلبية كثيرة؟ لا واضيف لحضرتك حاجة، هنطلع فاصل ونرجع تاني لحالي اليوم.